شاركت في الأحداث اللي حصلت من 2011 ولغاية الوقت اللي احنا فيه، ونفسي بلدنا تتغير للأحسن، لكن الحقيقة نظرتي مختلفة شوية في تغير حالك الصعب على كل المستويات السياسية والاجتماعية والدينية والاقتصادية. أنا شايف، ما تزعلش مني، إنك أنت السبب في اللي حصل لبلدنا، مش السيسي لوحده هو اللي وصل بلدك للي وصلت له دلوقتي. أنا قلت لك ما تزعلش مني، لأنه ما كانش يقدر يكمل خطوة واحدة إلا لما أنت طبلت له ونزلت حضرتك ورقصتي قدام اللجان. فبالصلاة على حضرة سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لازم تبقى عارف الحوار من أوله، لأني مش هكلم السيسي لوحده في الفيديوهات اللي جاية زي الناس اللي شغالة طحن ومجهود من 10 سنين. لا، أنا هكلمك أنت، أنت الأول، وطبعا هو كمان هيكون له نصيب محترم من الكلام ومقاومة الظلم والاستبداد، وهو مستبد كبير سرق الصندوق وداس على أصواتك وأصوات الناخبين بالدبابة. دي دماغي ودي طريقة تفكيري، وقلت أعرفك علشان تبقى على نور من البداية. السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا ومرحبا بك في قناتي على يوتيوب، فيها حكايات عن الأدب والتاريخ والحرية ومقاومة الظلم والاستبداد ونصرة المظلومين. هرجعك لورا سيكا وأقولك إن أنت السبب، وهقولك كمان إزاي وصلت بلدك للحال الصعب اللي هي فيه دلوقتي. 5 نقط هلخص لك فيهم حوارك وعرفك فيهم مسؤوليتك قدام ربنا وقدام التاريخ. 1، استهنت بالمنحة الإلهية اللي اسمها ثورة 25 يناير، المعجزة اللي مش هتتكرر تاني قريب من وجهة نظري، وفرطت في فرصة ممتازة علشان تبني بلدك صح، وكان واضح قدامك قوي انهيار النظام القديم الفاسد، بس انت اتفحلست واستهترت واستهزيت بالفرصة ومكتسباتها، واهملت فرصة تغيير حقيقية لنظام مستبد من جذوره، فحصل لك اللي حصل. 2، بلعت الطعم واديت امان للعسكر، وافتكرت انهم خايفين عليك وعلى مصالحك، وما خدتش بالك انهم مجرد مجموعة من الذئاب الكاسرة اللي تربط على التهام خيرك وهضم لحم مصر من 60 سنة، وطبعا مش هيسيبوها لك بسهولة. انت افتكرت عكس كده واتخدعت وقلت الامور هتمشي وهيسلمونا البلد بعد ما يخلصوا على الاخوان، ولو مش عاجبنا ميدان التحرير موجود، لكن خدعوك ومسكوا البلد والله اعلم هيسيبوها امتى. 3، اتهونت وفرطت في اول تجربة ديمقراطية في تاريخ مصر، وتكالبت عليها لوقتها وهي لسه جنين، وفضلت تشتم في الراجل اللي اسمه محمد مرسي اللي ما كانش لسه ليه شهور في الحكم، وانقسمت انت والناس ما بين مشارك ومتآمر بشكل مباشر على التجربة الديمقراطية دي زي الإعلاميين الفجرة وبتوع جبهة الإنقاذ وغيرهم وغيرهم إلى آخره، أو متآمر وهبل بشكل غير مباشر بالسذاجة والغباء زي بعض الإسلاميين، أو بالحقد والحسد زي للأسف إخواننا أعضاء 6 إبريل، أو القسم الثالث بقى اللي كان بيتفرج، وده بسبب جهلك وسلبيتك وعدم معرفتك ووعيك بمجريات الأمور زي معظم قطاعات شعبك تقريبا، ما عمل وقال أنا من حزب الكنبة. 4، خونت المصريين دعاة الإصلاح، الناس المحترمة اللي بجد اللي عاوزة تبني بلدك وتخليها بلد راقي بين الأمم، وسلمت دماغك للدجالين والمجرمين واللصوص اللي جابولك الجلادين تاني ودوقوك العذاب ألوان علشان يحكموك مرة تانية، وصدقت وعودهم الكذابة بأنهار السمن والعسل، وعملت نفسك مش واخد بالك إن ربنا لا يصلح عمل المفسدين. 5، لما ربنا أراد إن الاختبار الإيماني يكون بالتمييز بين الخبيث والطيب، انت وقطاع كبير من شعبك المطحون كنت مؤيد للمجازر اللي حصلت في حق الناس الأبرياء المحترمة، حفظت القرآن الكريم اللي كانوا عاوزين لك الحرية والعدالة والكرامة الإنسانية، مش كده وبس، ده انت شمت في دمهم ورقصت وغنيت تسلم الأيادي وهم كانوا متجرحين، ودي كانت المصيبة الكبيرة، لأنك سقطت في الاختبار الإلهي اللي كان ممكن تنجح فيه من غير أي حاجة خالص. لو كنت حتى مختلف مع الناس دي في آرائهم، أو دي كانت سياسة من وجهة نظرك، كنت هتقول يا رب أنا مختلف معهم بس أنا بريء من الظلم، بريء من الباطل، بريء من سفك الدم اللي بيحصل. كان ممكن تعمل كده ولو بقلبك، لكن اللي حصل منك
عكس كده تماما. ده انت فرحت ورقصت للظلم وشمت في الدم، فانت عاوز ايه يحصل لك بعد ده كله؟ اللي انت شايفه دلوقتي في بلدنا نتيجة عمايلك وتصرفاتك وتضييعك لفرص مهمة للتقدم والارتقاء بإيدك انت، واللي بيتهد في سنة مستحيل يتبني في 100 سنة، وبيبقى صعب ان احنا نعيد بناه تاني ويرجع زي ما كان بسهولة. ربنا بيقول في كتابه الكريم: وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. ما تنساش ان انت السبب في اللي حصل واللي بيحصل واللي هيحصل. السلام عليكم ورحمة الله.